صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدينا الكرام. في هذا النقل المباشر من هنا من مدينة بواكي، وبالضبط من أمام ملعب بواكي الكبير، وكذلك الذي يجاوره فندق إقامة الخضر المسمى بفندق الملعب. هذا الفندق الذي تجرى فيه في هذه اللحظات الاجتماع الذي تم تخصيصه، الاجتماع التنسيقي بين ممثلي الاتحاد الإفريقي وبعثة الاتحاد الإفريقي مع ممثلي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بحضور جميع لاعبي المنتخب الوطني. هذا الاجتماع الذي سيتم فيه الحديث عن جميع الجوانب التنظيمية وجميع الجوانب الخاصة بهذه المنافسة، سيتم الحديث عن كل القوانين وكل القواعد التي يجب اتباعها طيلة مدة هذه المنافسة وطيلة مدة مكوث المنتخب الوطني هنا في بواكي. سيتم تقديم النصائح للاعبين والتي يجب اتباعها في صورة عدم الاحتجاج على قرارات الحكام، وكذلك عديد الجوانب الأمنية التي تم تخصيصها، إضافة إلى طريقة التعامل مع رجال الإعلام وفي مختلف المواعيد التي تسبق مباريات المنتخب الوطني. كما تابعنا كذلك سميرة الحراسة الأمنية المشددة والكبيرة، رجال الأمن هنا لا يفارقون المنتخب الوطني ووفد المنتخب الوطني منذ وصولهم أمس إلى مدينة بواكي، سواء منذ وصولهم في المطار وكذلك هنا كمشاهدين خلفي الطريق المؤدي إلى الطريق الرئيسية المؤدية إلى فندق إقامة المنتخب الوطني. لا أحد يمر من هنا، وهذا بسبب تعليمات الاتحاد الإفريقي وكذلك تعليمات السلطات الإيفوارية لتفادي اختلاط ربما الجماهير واقترابهم من محيط فندق المنتخب الوطني. لاحظنا كذلك أمس الحصة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني الذي استحسن وأعجب كثيرا بأرضية الكلية الكلاسيكية أو الثانوية الكلاسيكية الذي تم تخصيصه لتدريبات المنتخب الوطني. الناخب الوطني أبدى لطاقمه الفني واللاعبين كذلك إعجابه بتلك الأرضية الجميلة والجميلة جدا، والتي تتواجد عليها كذلك أرضية ملعب بواكي الذي سيحتضن مباراية الخضر. يعني كل شيء يمر على أحسن ما يران لحد الآن من الجانب التنظيمي. نتحدث كذلك عن البرنامج أو برنامج المنتخب الوطني لنهار اليوم. كما قلت سبق أن قلت بداية بالاجتماع الذي يجرى في هذه اللحظات مع مبعوثي الاتحاد الإفريقي، هناك كذلك اجتماع بعد الظهيرة بين الناخب الوطني ولاعبيه كذلك للحديث عن ربما الأمور التقنية والبرنامج المقبل للمنتخب الوطني. وفي الأمسية هنا كذلك حصة تدريبية ستكون مفتوحة لرجال الإعلام، وبالتأكيد سنكون هناك في نقل مباشر بداية من الساعة 5:30 بالتوقيت المحلي و6:30 بالتوقيت الجزائر. يعني سنقوم ربما بأخذ انطباعات مع لاعبي المنتخب الوطني، إضافة إلى نقل الحصة التدريبية الثانية للمنتخب الوطني الذي سيكون على موعد بداية من 15 من هذا الشهر مع أول مباراة ضد المنتخب الأنغولي. كذلك سيصل منافسو الخضر أمسية اليوم بداية من الساعة 2 بتوقيت بواكي، بداية بوصول منتخبي بوركينا فاسو وموريتانيا القادمين من دبي وتونس على التوالي، إضافة إلى وصول المنتخب الأنغولي منافس الخضر في أول مباراة بداية من الساعة 4 مساء إلى مطار بواكي. شكرا لك اذا اسلام مشتوى، كنت معنا مباشره من مدينه بواكي، اين سيخوض الخضر مباريات دور المجموعات في كاس أمم